أسرع وأفضل وأصغر وأرخص سخان ماء في العالم بثمن 30 دولار أو 300 درهم يعني 6000 مغربية. وكما ترون هذا هو السخان الماء الفوري كما تلاحظون أمامكم. نقوم بفتح الكرتونة ونقوم باستخراجه من الداخل، فهو مغلف بذلك الوعاء البلاستيكي ونقوم باستخراجه كذلك. إذن كما ترون هذا هو السخان، وهذه القطع التي جئت معه، يعني السخان وملتصق به البريز أو القابس وذلك الرأس الخاص بالصنبور المنحني. بالنسبة لهذا السخان الماء الفوري أو السريع، يمكنك أن تركبه أينما تريد، مثلا أن تركبه في ماء الحمام أو تركبه في المطبخ. أنا شخصيا سوف أركبه في الحمام، لذلك فهو يأتي رأسه منحني إلى أسفل، لذلك لا يمكنني تركيبه في مع الصنبور مباشرة، أحتاج إلى إحدى القطع، وسوف أريكم من أين تقوم بشرائها لكي تقوم بتركيبه مع الصنبور يعني الروبيني بشكل سهل بدون أي مشاكل. إذا نحتاج إلى هذه القطعة، هذه الزاوية القائمة، ثم هذه القطعة لكي نجعل مكان السخان يلتصق مع الصنبور بشكل جيد، ثم نقوم بدمجه مع بعض ونقوم بتركيبهما مع السخان بهذا الشكل. والآن نتوجه إلى المكان الذي نقطع منه الماء عن المنزل بشكل كامل ونقوم بقطعه. بعدما نتأكد أننا قمنا بقطع الماء عن المنزل بالكامل، نقوم بإزالة ذلك الصنبور أو الروبوني بهذا الشكل، نقوم باستخراجه بالكامل. قبل أن نقوم بتركيب السخان مباشرة في مكان الصنبور القديم، نقوم باستعمال هذا اللصاق المانع للتسرب، يجعل رأس أو فينتاج الخاص بالسخان يلتصق مع مكان الصنبور القديم بشكل جيد دون أن يتحرك أو يسمح بتسرب الماء. والآن نقوم بإحضار السخان الفوري أو السخان السريع ونقوم بتركيبه بهذه الطريقة ونحكمه جيدا حتى يلتصق بشكل جيد في مكان الصنبور القديم. كما تلاحظون فقد أصبح جاهز، لكن هنالك مشكل، هو أن مكان القابس أو البريز الخاص بالكهرباء فهو بعيد نوعا ما، لذلك قمت بإضافة متر من الكهرباء وقمت بدمجه مع الكابل مباشرة لكي يصل إلى مكان القابس أو البريز، وندخل البريز أو القابس في الكهرباء مباشرة. كما تلاحظون فالسخان الكهربائي قد أصبح موصل بالكهرباء، الآن يمكننا تشغيله. بالنسبة لكيفية تشغيله فيجد سهلة، عندما نقوم بإدارته إلى اليمين فهو يعطينا الماء البارد، بينما نديره في الوسط فهو ينطفئ، لكن عندما نديره إلى اليسار فهو يعطينا الماء الساخن. ومرة أخرى للتوضيح، عندما نديره إلى اليمين يعطينا الماء البارد ولا تشتعل المصباح ولا أي شيء، لكن عندما نديره في الوسط ينطفئ، وعندما نديره إلى اليسار يشتعل المصباح ويعطينا درجة الحرارة باللون الأحمر، ثم يعطينا مباشرة الماء الساخن. درجة حرارة الماء الساخن الذي يخرجها هذا السخان تصل ما بين 30 إلى 60، لكنها قد تصل حتى 70 لو قمت بتخفيض الماء، يعني جعلته يخرج بشكل ضئيل ليس بشكل قوي، سوف يصل إلى 70 ربما أكثر، لكني لا أنصحك بذلك، فقط ما بين 30 و 60 فهي كافية لجميع الاستعمال، سواء الاستحمام أو استعمال في الطبخ أو أي شيء. لكن لو كنت مصرا وتريد الماء يعني ساخن بشكل كبير جدا، فسوف تقوم بتقليل الماء بهذا الشكل، تقوم بجعله يخرج فقط القليل في الوضع الساخن، وسوف تصل معك الحرارة حتى 70 درجة مئوية، لكنه ذلك السطل أو الإناء سوف يتأخر في الامتلاء، لكنه ماء جد ساخن وربما يقوم بحرقك إن لمسته باليد. لكن لو قمت بعمله في وضع ما بين 30 و 50 فسوف تستعمله بشكل عادي بدون أي مشاكل. والآن بعدما انتهينا من الفيديو، أرجو أن ينال المقطع إعجابكم وأن ينال إعجابكم هذا السخان، لذلك لو أعجبكم قوموا بعمل لايك، اشتركوا في قناة فعلوا جرس التوصيل دائما بالجديد، وترقبوا أحد الفيديوهات حول هذا السخان ومجموعة من المعلومات أخرى عنه.